المسيرة دي كانت مجموعة من الشباب من الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين مع بعض وجايين بيعبروا عن رأيهم هنا قدام مبنى التلفزيون وما قبضناش على حد زي ما بيقال ما تعاملناش أبدا هم نفسهم كانت هتافاتهم وكانت تعليقاتهم كلها ضد الإرهاب اللي إحنا كمان بنأيد إن إحنا ضد الإرهاب وإحنا معاهم مقدرين شعورهم مقدرين حجم الجريمة بنواسيهم احتونا الموقف وعبروا عن رأيهم بصورة هادئة جدا وانصرفوا سلمي ما بقدر مش غدا ولا كسب عربيات اخوات المسلمين ولا اي حاجة سلمي الامن يضربني كده عواني تعويلتين فعلا بالبتاع اللي ماسكينه ده ليه ما احنا مصريين بيعملوا فينا كده ليه ما فين الوحدة الوطنية وفين الحكومة اللي هي تحمينا احنا عاملين زهرة سلمية وهم بيضربوا فينا وبيعوروا الناس واحنا ما عملناش حاجة هم قاصدين انهم يخلوها مزارة غير سلمية احنا بنقول دي مزارة سلمية واحنا بنطلب بحقوقنا ازاي في عيد وعارفين ان عيد لينا ازاي ما يأمنوش مكان زي ده يسيبوا مكان كده سداح مداح ازاي ارهاب خارجي يدخل عندنا في تقاطع امن بنطالب بإقالة محافظ الاسكندرية وإقالة ومحاكمة وزير الداخلية المتسبب الاول والمسؤول الوحيد بكل حوادثنا بعبر عن رأي كل اباط البابا وكل اباط نصر بنرفع صوت بنقول كفايه تعصب لازم هنا مفيش حاجه غير هنا هم بيخافوا من هنا بيخافوا مننا يبقى احنا نفضل هنا اللي بيحصل دول كده من عندنا ليه كده ايه السبب اللي خليه مننا احنا بنعمل صوتنا اللي بيطلع حد بيسمعه احنا عارفين ان احنا بننفخ في ابره مقطوعه بس بنطلع اللي جوانا احنا انت مني وانا منك ولا يمكن انا اسمع لحد يتعدى عليك او يزيد خلاص نمره اتنين ده شارع وشريان رئيسي في البلد وانتوا ناس محترمه ما ينفعش نعطل حركه المرور سيبونا يا عدل استنى انا عايزك تقف على الرصيف التاني وانا هعمل لك كردون وامشيك لغايه ما انت عايز غلطت في غلط لا يلا نمشي